مع دكاترتنا طبعا، اساتذتي دكتور محمد المهدي ودكتور دكتور محمد مهدي ما شاء الله محمد من الناس الجليل. هو اللي كان ماسك لجنة القود المصري. اه ما شاء الله. ودكتور محمد حسين مسرور، اعتقد ده اه حضرتك كنا مع دكتور قبل كده. ما شاء الله طبعا دكتور عماد البلتاجي، كل استاذنا دول اساتذتنا. دكتور عماد البتاجي هو اللي ماسك بيم اريبيا رئيس التحرير بتاعها الجورنال ما شاء الله. دكتور عماد جه درس مره عندنا في القسم في اي تي اي، بس ما بعد شاء كده الله. ما حالفناش الحظ للاسف، لان معظم الوقت ما كانش موجود، مش موجود في مصر يعني. فانا رايي يعني الموضوع هيكون مفيد لو انت حابب ان انت تتخصص اكتر في الحته دي، وان انت حابب اكتر لمجال البحث. الاف اي اعتقد هي بتبقى مفيده اكتر للناس اللي عايزين سافروا يسافروا دول بعينها، اه هي اللي بتطلب الاف اي. الاوتوميشن والله ده قرار. طب هل انت راجل حابب ان انت تشتغل في انجينيرنج، انت ده اللي انت حابه، ولا انت حابب لا انا عايز ان انا اطور ازود حاجه، او عندي فكره معينه انا عايز ازودها، او حتى من باب ان انت عايز تزود سكيل عندك، هو انت مهندس طبيعه شغلك وفي حته صغيره عايز تزودها، فانا مش هاخد الاوتوميشن كتخصص، بس هتعلم لغه برمجه ممكن تساعد شغلي. واعتقد ده اصلا اي حد يعني، مش بس المهندسين. بالنسبه لي الانجليش، انجليش مش اوبشن، ده الامان. اي تمام. مرجع عندك هتلاقيه بالانجليش. لو عايز تسافر فانت محتاج الانجليش، لو عايز تشتغل في شركه مالتي ناشونال فانت محتاج الانجليش. الانجليش مش اوبشن اصلا، الأبل اصلا الهندسه الأبل يعني اهم من الشهاده نفسها. ده حتى انت بتبدا دراسته منطقيا كده في التايم لاين بتاع دراستك الانجليش قبل الكليه يعني، فمش اوبشن فوق النظر. طيب شهادة الـ RSS دي شهادة تبع معهد مساحة في بريطانيا، بس للأمانة كورس غالي، وهو مركز على جزء صغير لأن هو مش متخصص في البيم، فهو مركز على جزء صغير من الكود بي اس 1192، ويعني بناخده في 6 شهور بس، لو احنا ذاكرناه كده من الكتاب ممكن يخلص في ساعتين المنهج كله. فهو يعني أنا خدت الشهادة بس ما أنصحش حد بيها لأنها غالية. وزوجرت هو ماستر في اسبانيا بس غالي، تقريبا في حدود ربع مليون مصري حاجه زي كده. فالربع مليون دول ممكن واحد يتجوز مره او اتنين او ثلاثه يعني اوفر، او ممكن يعني يعمل شركه بيهم يعني. فانا شايف ان هم مبالغ فيهم. أو يتعلم يوم مع عدد سكيلز أكبر بكتير من اللي هو ممكن يتعلم من مكان واحد. مظبوط مظبوط. بالشهاده ممكن واحد يتعلم لغات، ممكن واحد يتعلم في بوم برمجة، يعني المبلغ ده ممكن واحد يعمل بيه حاجات كتيرة جدا يعني. بالظبط بالظبط، ده رأيي أنا متفق مع حضرتك جدا يعني. الله يكرمك يا دكتور. أنا الحقيقة أنا ما عنديش علم بيهم قوي، بس على قد ما اللي أنا فهمته من حضرتك، هو الـ RISS بيهدي أونلاين ولا أوفلاين؟ لا لا، ممكن هي بتبقى عبارة عن اوفلاين، بيفتح لك كل شهر بعض الفيديوهات تتفرج عليها، وبعد كده بيبقى فيه زي امتحان بسيط معلوش درجات، في اخر 6 شهور بيبقى فيه امتحان صح وغلط، وسهل جدا ان تنجح فيه يعني، مفيش حد سيس فيه قبل كده يعني. ومش قلت ان هو فعلا اسعارهم غاليه، لان هو بيقول لك هديك شهاده، فالشهاده دي بيعلي بقى سعر الكورس بتاعه جامد زي زوجرت برضه. انا ما اعرفش عن الموضوع، بس على قد ما انا اللي عرفته من حضرتك انا شايف لا يعني الافضل تتعلم الحاجه بتاعت الصناعه بتاعتك ككونسبت وكتول وكاوتوميشن، ما يضرش كحته زياده يعني. الانجليش اساسي عشان خاطر تذاكر اصلا من اي مرجع، في معظم المرجع باللغه الانجليزيه، حتى في الشركات هي مطلوب منك في بعض الشركات يكون عندك ما تقلش عن ليفل معين. اعتقد في ده سؤال لحضرتك، وهل توفر لنا الداتا الخاصه بمصر كذا كذا هو كذا. انا موفرها اوتوماتيك على القناه بتاعت اليوتيوب يعني. الفكره بعد ما سمعنا الحاجات لخصناها وبشكل اقوى يعني، هم كانوا مركزين على 3 4 صفحات، لا احنا شرحنا بالتفصيل الكود يعني، شرحنا كذا كتاب غير الكتاب دوت، مع الكتاب دوت مع الكود
السيمافوري وكود هولندا وكود الامريكي وكل الحاجات دي. فالحمد لله لو دخلت دورت على القانون بتاع بيم اريبيا هتلاقي الحاجات دي بالتفصيل. جاء في سؤال بقى لحضرتك يا استاذنا، هل ممكن واحد يذاكر الماتيريال بتاعت الاي تي اي لوحده؟ يعني الدروس اللي هي على اليوتيوب بتاعت السي شارب ممكن واحد يذاكرها لوحده؟ ممكن يقدر اذا كان لوحده طبعا. ويعني كان وبرضه دي حاجه يعني لو في حد مشارك فيها انا ما عنديش مشكله انا اطلع التجربه تاني. كان التجربه كنا جربناها قبل كده مجموعه من الشباب ما قدروش ان هم يدخلوا الاي تي اي. طبعا قدامهم كذا اوبشن ان هم يذاكروا لوحدهم، قدامهم ان هم ياخدوا كورس بره، بس دول كانوا قرروا ان هم هيشتغلوا في الاستاد. فعملنا حاجه لطيفه كده، كنت كل كنا لمينا بعض كده في الجروب، وكان كل اسبوع بقول لهم والله يا جماعه انتوا الاسبوع ده هتذاكروا كذا، وفي اخر الاسبوع هتسلموني كذا وهتذاكروا من اللينك الفلاني. هم بياخدوا اللينك يذاكروه ويطبقوا ويبعتوا لي في اخر الاسبوع وانا اشوف الحاجه اللي هم عملوها. فكره ممتازه الحقيقه، الناس حققت نتيجه كويسه يعني. لو وده طبعا ده اكيد بدون مقابل يعني، حاجه ما كده كمساهمه يعني. فلو اصلا في جروب زي ده حابين ان هم يتعلموا حاجه زي كده ما عنديش اي مشكله. تمام، نعمل حضرتك جروب ونعمل جروب برضو للبيم برضو في نفس الفكره يعني، فكره ممتازه ان شاء الله. اعتقد دي يعني هي مش هتاخد مني وقت، وبالنسبه للناس هم كده كده الناس عايزه تذاكر، فاعتقد دي هتكون تجربه كويسه يعني. خلاص باذن الله نعمل جروب كده ان شاء الله، ونتفق مع مهندس هشام مذكورا نبدا يشوف كده ان شاء الله باذن الله. طيب الواحد في ناس بتقول لك ايه، انا في خلال العشر او خلينا نقول لك سؤال بصوره اخرى، في كتب بيقول لك ايه تعلم السي شارب في 10 ايام، وفي كتاب بيقول لك تعلم البرمجه في 10,000 ساعه، فحضرتك من انصار انهي فريق؟ والله يعني انا شايف ان كل واحد وليه التايم لاين بتاعه يعني. ما ينفعش اقول ان انا هقول ان كل الناس هتتعلم في نفس المده. الموضوع ممكن فعلا تتعلمه في مده صغيره، تعلم سي شارب في مده صغيره، بس ما تعرفش تكتب ولا صوت الكود. دي مشكله بره عظيمه، انا فاهم كل كلمه بتتقال. اجي اكتب اقول لنفسي لا ما ايدي تقيله. لازم يمر يجرب مره واثنين وثلاثه بالظبط. ففي فرق ان انا فهمت، فرق ان انا فهمت وبطبق. خصوصا كمان ان الفهم بالمشاهده حاجه، والفهم بالمشاهده والتطبيق حاجه ثانيه خالص. يعني في جابس كده عمرها ما هتتغطى مهما كان المحاضر شاطر. لازم لا انت تدرب بايدك عشان خاطر 10 ايام ماشي تتعلم فيهم تعليم سماعي، لكن ان انت تقدر تطلع نتيجه بايدك عايز كذا شهر كده مارس 10 ايام. وبعدين برضه في نقطه، في حاجه لو الحاجه بتاخد وقت كبير في التعلم، مش بتكلم على البرمجه والله، بتكلم بشكل عام، لو الحاجه بتاخد وقت كبير في التعلم ف ده مش شايف ان هو يعني ان انت ما تاخدهاش، كده كده الوقت هيعدي يعني. حتى كان في اللي كانت بتقول هو لو انت في حاجه مثلا انت هتعملها فهتاخد 5 سنين، فانت اتصلت على انها هتاخد 5 سنين، كده كده ال5 سنين هيعدوا، وهتيجي تسال بعد ال5 سنين دول هتقول طب انا لو كنت بدات الحاجه كانت خلصت. تمام صحيح، فالوقت هيعدي هيعدي، فمش معنى الحاجه هتاخد وقت طويل ان انت تتكسل عنها يعني. تمام، هو الفكره بس في الواحد يظبط الاولويات بتاعته ويركز في برمجه واحده. الفكره كلها بعض الناس ايه، شويه سي شارب وبعد كده الناس تقول له جافا احسن، لا ده الاتش تي ام ال، طب اتعلم الديسك فورج، فتلاقي كل 3 4 ايام بلغه برمجه مش مختلفه. يعني مش هنخلص هنخلص خالص. لا يعني انا شايف ان انت الموضوع برضه بالنسبه للناس حاسس التخرج زي صعب، وكلنا مرينا بالمرحله دي، احنا مش عارفين السوق محتاج ايه والشركات عايزين ايه، وانا ازاي ممكن اجيب فلوس باسرع وقت ممكن. فانت ممكن تعمل حاجه لطيفه عشان خاطر تقدر تعرف ايه هي الحاجه اللي انت هتذاكرها، حتى من غير ما يكون عندك منتور او شخص بيقول لك.
بيانات الشغل، بيانات الشغل واحد اثنين ثلاثة. بيانات الشغل دي الحاجة اللي هي بتتكرر غالبا، هي دي الحاجة اللي أنت محتاجها. تمام تمام اي حاجة تسوق يعني واحد. حاجة النصح، النصيحة من أكتر الحاجات اللي بتودي الناس في هي النصيحة. للأسف يعني النصيحة دي حاجة بتحسن يعني من اتجاه الشخص اللي بيسمع، بس في أوقات كتير النصيحة بتكون ممكن تكون النصيحة مظبوطة مفيش مشكلة، بس هي مبنية على تجربة شخص وتجربته غير تجربتك، فالحاجة اللي نفعت معاه مش هتنفع معاك. زي لما حد يقول لك أنا بذاكر بالطريقة الفلانية، أنت تيجي تجرب تذاكر بطريقته فما تنفعش معاه، هو ما بيضحكش عليك، بس هي مناسبة معاه ومش مناسبة معاه. خد بالك من النقطة دي، أنت بتكون تجربته غير تجربتك. والزمن برضه وقت ما هو سلك الطريق ده في الوقت ده كان ده الطريق الصح، وقت ما انت اتخرجت مكان كان الحاجه دي بقت خلاص ده قمة. فانت معلش بقى محتاج ان انت عندك هوم ورك ان انت تقعد تعمل اناليسيس للسوق، تبدا تشوف الشركات بتطلب ايه وبناء عليه تتحرك. يعني طب في سؤال، هل شهادات برامج مايكروسوفت معتمدة عن طريق امتحانات زي اوتوديسك يعني ام سي سي او الشهادات بتاعت السي شارب والحاجات ديت؟ ليها سيرتيفيكتس يعني مايكروسوفت ليها سيرتيفيكتس زي اوتوديسك كل الشركات اي شركة بتنزل برودكت بتنزل له سيرتيفيكت، والاهم من السيرتيفيكت بامانه يعني انا مش من الناس المهتمين او من محبين السيرتيفيكتس، السيرتيفيكت عظيمه وكل حاجه بتثبت ان انت عندك ليفل اجاده معين، بس الاول في الاخر اللي بيحكم هو مقدار اجادتك الحقيقي. تمام. بس اه عندهم شهادات. اكيد في اي مهندس بن، مهندس البن مش هتفرق قوي، هي ممكن بس تقول ايه ان الراجل ده بيعرف لغه برمجه، هو ما اعتقدش يعني ان احنا هيكون عندنا حد شغال ومعاه سيرتيفيكت من اوتوديس سوري من مايكروسوفت. لسه مرحله ما وصلناش. طب في حد كان بيعمل دكتوراه في بريطانيا وكان عايز رساله الدكتوراه بتاعته عن المشاكل اللي بتواجه الجي اي اس ويحاول يحلها في رساله الدكتوراه، فايه المشاكل اللي ممكن تكون بتواجه الجي اي اس؟ المشاكل اللي بتواجه الجي اي اس بالنسبه لايه؟ طيب في انهي مجال؟ يقول لك بشكل عام. بشكل عام. بشكل عام. يعني هل في مشاكل مثلا في التواصل مع البي اي ام؟ هل في مشاكل في الكوردينيشن؟ هل في مشاكل في الدوكيومنتيشن؟ هو في طبعا مشاكل في التواصل مع البي اي ام، يعني في برضه عدد اوراق بحثيه لا باس به طلع في الجزئيه بتاعت البي اي ام والجي اس ابلكيشن، عشان كده الناس كلها كانت مستنيه ومتشوقه للنتيجه اللي هتطلع ما بين اوتوديسك ويزري. الموضوع فيه ناس كتير بتبذل فيه مجهود وما طلعش منه حاجه. تمام. السبب الابلكيشن ما بين الاثنين دي كذا ليفل. مبدئيا على مستوى الداتا، الداتا بتاعت واللي يسموها السكيما بتاعت البي اي ام سوفت وير سواء بقى الاي اف سي او ار بي او ايا كان، بتتكلم بلغه ليها الاوبجكتس بتاعتها مختلفه تماما عن الاوبجكتس بتاعت الجي اي اس، عشان خاطر تقدر ان انت تفهم تجيب الاثنين كده الاثنين سكيما تقول ان والله ان الصباع ده هنا هو الصباع ده هنا، دي مش حاجه سهله لان ده بيتكلم بلغه وده بيتكلم بلغه. دي طبعا مش شايف انها مشكله يعني. ايه بالنسبه برضه للهندسه الانشائيه، وجهه نظري ان الجي اس صعب حبتين عليها ان هي تقدر تسبورت حاجه زي كده، بس الانشائيه بيدخل فيها تفاصيل تسليح وحاجات زي كده، بالنسبه للجي اس هتكون صعبه انها سبورت حاجه بالشكل ده. فعشان كده من الاخر يعني بنبدا نقول البي اي زي ما حضرتك قلت ان كل واحد ليه ملعب، بي اي ام اندور ملوش منافس، الجي اس اوت دور ملوش منافس، فنقدر فعلا نستفيد بالاثنين في حته زي ما حضرتك قلت السمارت سيتيز. طب برنامج مثلا زي السيفر 3 دي، برنامج زي السيفر 3 دي حضرتك بتحطه مع البيم ولا مع الجي اس؟ والله ما هو عشان كده بقول لحضرتك هم انا ده كان توقعي، واعتقد ان هو ده يعني كنت مش فاكر كنت شفت
الاثنين كان ان هو ده اللي هيكون انتجريشن بين الاثنين. انا في رايي هو ده السوفت وير اللي هيطلع اوتبوت من الاثنين. تمام. من الاليمنت او البيلدنج اليمنتس او الستراكشر اليمنتس اللي هي الحاجات المتعلقه بالبناء نفسه، دي هتبقى دي في اي ام بيور في اي ام، والجزء بتاع اللوكيشن والراوتنج والحاجات اللي زي كده ده هيبقى ده جي اس. فرايي ان هو يحسب على الاثنين، ده بقى الموجود الاول يعني. تمام. وبرضه برامج الانفرا وركس والنفس وركس يعني يعني ممكن في المستقبل، او انا صراحه ما اعرفش البرامج بتاعت جي اس قوي، فبنحاول ندور على المنصه اللي ممكن نجمع فيها الاثنين مع بعض، البيم مع الجي اس. والله يعني هو النفس ورك طبعا في رايي هي تعتبر بالنسبه للجي اس، برضه لو حد حابب ان هو يتعلم جي اس اونلاين برضه، انا ايه سواء بروجرامنج انا بتكلم اونلاين، دي ايام انا بتكلم اونلاين، جي اس بتكلم اونلاين، موقع ازري نفسه عليه توتوريالز فور فري. تمام. وبتبدا بدايه والبرامج سهل الواحد يحملها، البرامج سهل الواحد يحملها. لا هي مش سهله بس ما هي اوتو ديسك بس اللي سهله. بالظبط، هم بيحموا حاجتهم قوي يعني هم بس ممكن في بعض الكورسات بتكون على المنصه الاونلاين بتاعتهم. تمام. هم دي ما بتحتاجش سيت اب، بتعمل فايل وتدخل تستخدم الحاجه بتاعتهم. فدي ممكن تكون لطيفه بالنسبه للناس اللي مش عايزين ينزلوا سوفت وير ويكون الموضوع سهل، لكن بالنسبه للسيت اب لا، بصراحه بالطريقه اللي احنا بنشتغل بيها الطريقه اللي هي الليجل لا مش سهله. تمام. اعتقد اصلا هو ديسك في الاسم. تمام تمام، حاضر يا معلم. طب ماشي يا دكتور. طب بقول لحضرتك استاذنا دلوقتي، يعني انا عارف ان احنا طولنا على حضرتك كده، طيب دلوقتي ديسك فورش، ديسك فورش الاستخدام بتاعه ايه؟ فورش هو ممكن نقول ان انترفيس ما بين السوفت ويرز بتاعت الاوتوديسك اللي احنا عارفينها حاليا، وما بين الويب بيم او البيم 360 دي 60 ممكن نقول الانترفيس البرمجي ما بين الاثنين. تمام. وده محتاجين ليه اتش تي ام ال وجافا سكريبت وسي اس اس، ولا ممكن نبرمج بالسي شارب؟ لا السي شارب مش هينفع، لازم برامج نت. مش هينفع هنا سي شارب، لان هو بندخل في جزء الويب وهو متعلق بالانترفيس اكتر، فهو محتاج جافا سكريبت وحاجه اسمها جيسون اللي هو الملف. هو قصه مختلفه شويه عن الاوتوميشن العادي. تمام. مختلفه شويه عن البلاجز، وهو برضه ستيل من رايي يعني لسه في مرحله تطوير. السكستي والكوش لسه في بداياته. صحيح. الواحد بيلاقي مشاكل كتيرة وهو شغال بيه، الواحد بيلاقي مشاكل كتيرة لسه في البداية. لسه مش جاهز. هو ليه مستقبل، ومع الوقت عشان اصلا نقدر نوصل لبين ليفل 3 مش هينفع من غير مساعدة الفورج والبين 360. لكن عشان خاطر نقدر بقى ان احنا نشتغل في الريل تايم. او مش ينفع من غير الفكره بتاعتهم، لان ممكن شركه تقدر تسبقهم، يعني تقدر تسبق اوتو ديسك. بالظبط. يعني اي بيم انترنت بيم او انتجريشن بيم، فهي اوتو ديسك ما بتعملش برامج، بس بتعرف تعمل تشتري برامج قويه وتعمل لها تسويق قوي، فبتكتسح السوق. الليمت اصلا من اوتو ديسك يعني، ولا 3 دي ماكس ولا الاوتوكاد ولا المايه ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص، ولا نفس ورك. ولا اي حاجه. هو بياخدوا الشركه بالناس اللي فيها ويشتروها يعني. هما هما شاطرين، هما بتوع بيزنس تسويق. ما شاء الله. لو حضرتك تنصحني ايه بقى في الفتره اللي جايه نركز عليها؟ والله يعني مش النصيحه دي كبيره شويه بس انا ايه ممكن اقول وجهه نظري او الحاجه اللي انا بعملها. الناس طبعا يعني انا شايف الحقيقه ان موضوع البروجرامنج ده مش اوبشن حاليا في الفتره الجايه،
مدار مش من مهندسين دول بروجرامنج لاي مجال، هو هيكون دعم قوي زي ما كنا بنقول من شويه، ان انت شايف ان التطور التكنولوجي هو ده القطر اللي بيجري ومحدش عارف يوقفه، فلازم تلحق القطر ده. لو سمحت لي بس، دكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه كان بروجرامر شاطر جدا، وكان دكتور سافر السعوديه يشتغل في الجزئيه دي، ان هو بيبرمج للمختبرات والمعامل الطبيه، فهو فاهم الحاجه، فسهل جدا نعمل لهم اللي هو الحاجه اللي هم عايزاها. لا انا ما كنتش اعرف المعلومه دي الحقيقه. لا هو قالها قبل كده في كذا مره يعني، و في كذا مؤتمر يعني. فهي الفكره كلها زي ما حضرتك بتقول، لو انت راجل متخصص في العماره او الانشائيات او التكييف وطلب منك تبرمج، هتلاقي نفسك فاهم الفكره، فسهل ان انت تعملها يعني. حتى بحس كده ساعات ان الريفت بتاعت جزء الكهرباء ملوش مهندس كهرباء يساعدهم، فعاملينه حاجه ضعيفه جدا. لو عندهم مهندس كهرباء قوي هيقدروا يعملوا حاجات تسهل الشغل على او تعمل حسابات بشكل اقوى. بالظبط بالظبط، وده يعني ده جاي غصب عننا يعني، حتى احنا لو ما لحقناش القطر هو القطر جاي جاي. غصب عننا. ووجهه نظري بالنسبه لاي حد حتى مش مستوي النقطه دي، على الاقل تلتحق بالبي اي ان، على الاقل تلحق القطر بتاع البي اي ان، حتى لو النهارده هو ملوش والفرص بتاعته مش كتيره زي يعني زي ما المفروض انه يكون موجود، بس هو غصب عننا الناس مش هتفضل شغاله بالطريقه القديمه او بالمدرسه القديمه دي لفتره طويله. مع الوقت لا يعني اصلا ممكن يبدا يبقى في تدخل من الدوله زي ما حصل في الدول الثانيه، ويبدا يقول لك لا انت وقف الشغل بالطريقه القديمه وبعد كده تقوم تشتغل. دي وجهه نظري يعني، غير كمان ان احنا عندنا السوق مع وجود الانترنت، السوق بقى سوق انترناشونال، سوق مفتوح. فانت المنافس بتاعك مش على قد مصر او مش على قد البلد اللي انت فيها، المنافس بتاعك ممكن يكون واحد في الهند، يكون واحد في اندونيسيا، ممكن يكون واحد في ماليزيا. انت بتشوف الدنيا شغاله ازاي وبتحاول انت تواكب ده، خصوصا ان اصلا في مواقع فريلانس كتير، انت ممكن اصلا تدخل تاخد من عليها شغل. حتى في الانجنييرنج مواقع الفريلانس دي دايما واخده سمعه ان هي الشغل اللي فيها بس للجرافيكس. بالظبط. لا انا اعرف ناس كتير بيوتهم كلها معتمده على المواقع زي اب وورك وفري لانسر والحاجات ديت، بياخد الشغل ويعمله وبيتحاسب بالدولار وحاجه ما شاء الله كويس جدا. واهم حاجه ان هو متفرغين للموضوع ده. اهم حاجه ان هو ما يصحاش بدري يروح الشغل، انا بصحى 6 الصبح وقاعد طول اليوم بالبيجامه وهم هناك، فحاجه كويسه يعني لذيذه ان شاء الله. دي ميزه مهمه، ان شاء الله. معلش يا استاذ، انا عارف ان انا طولت عليك، وجزاكم الله كل خير. ونتمنى كل فتره كده لما تكون حضرتك فاضي نعمل، وحضرتك وعدتني يوم 26 مارس ان انت تكتب مقاله بما رجع. مظبوط؟ انا والله انا والله فعلا انا عارف كل شويه بجدد الوعد لحضرتك. تمام. لما بنتكلم ان شاء الله ان شاء الله قبل نهايه السنه اللي انت فيها ممكن افتكر له حتى والله جاي فكره، بس اكيد حضرتك عارف يعني هو غصب عن الواحد هو الشغل ان شاء الله. وعشان كده انا حضرتك يعني الفكره بتاعت النهارده دي اسرع شويه ومش محتاجه تجهيزات كتير زي حاجات تانيه، فانا قلت ايه نلحق ناخد خطوه. تمام. وان شاء الله في الفتره الجايه لو الدنيا مشيت انا بفكر حتى يكون في اكتر، تكون زي سلسله يعني، بس ربنا يكرم بس نبدا يعني ان شاء الله. وفي حاجه احنا بنحضرها برده، وفي حاجه بنحضرها برده بقول لحضرتك عليها بعد اللقاء، نظبطها مع بعض ان شاء الله بحيث نعملها مفاجاه للناس، حاجه كده تبقى بمقربية، وان شاء الله شغالين فيها مع الشباب، منهم محمد ايمن معانا وقت في اللقاء، عارف هو الحاجه اللي احنا بنخطط لها، اقول لحضرتك عليها ان شاء الله بعد ما نخلص باذن الله. شكرا لكل الناس، وشكرا لاستاذنا المهندس هشام، وان شاء الله يعني مجددين لقاء باذن الله. الله يكرمك. شكرا جزيلا. شكرا حضرتك. الله يكرمك.